النهارده كان عندنا ماتشين في الدوري المصري. المباراه الاولى جمعت بين حرس الحدود وبتروجيت وانتهت بالتعادل الايجابي 2-2. سجل الحرس محمد الشبيني من ضربه جزاء في الدقيقه 37 وموسيس في الدقيقه 48، وسجل لبتروجيت شكري نجيب هدفين من ضربتين جزاء في الدقيقتين 31 و52. المباراة الثانية جمعت المقاولون العرب بطلائع الجيش وانتهت بفوز المقاولون العرب بهدفين لأحمد علي في الدقيقة 48 من ضرب الجزاء ومحمد طلعت في الدقيقة 67 عشان المقاولين العرب يعود للانتصارات مرة أخرى مع عماد النحاس.